البالمونري كابيلاري ويدج بريشر، انت لما بتيجي تقيس البريشر في الرايت سايد اوف ذا هارت، انت عندك حاجه اسمها رايت اتريال بريشر، وعندك حاجه اسمها ليفت فنتريكولار بريشر، وعندك حاجه اسمها بالمونري ارتري بريشر، وعندك حاجه اسمها بريفيرال بالمونري بريشر، وبعدين البالمونري كابيلاري ويدج بريشر. ده اخر بريشر في البالمونري ايه؟ سيركيليشن. طب بنعرفه ازاي؟ عن طريق قسطره اسمها سوينجانز كاستر. تمام، سوينجانز كاستر دي عباره عن قسطره رفيعه جدا في اخرها ايه؟ بالونه، في اخرها بالونه رفيعه جدا. بندخلها منين؟ بندخلها يا اما من السبكليفيان على السبكليفيان فينا كيفا، يا بندخلها من الفيمورال فين لغايه ما اوصل لغايه الرايت اتريال، وبعدين بزقها وبعدين بنفخ البالونه. لما بنفخ البالونه، البالونه بتفضل تسوق القسطره لان البالونه فيها ايه؟ هواء، والهواء دايما بيطلع لايه؟ لفوق. فتقوم جايه مساعدك انها تخش البالمونري ارتري، وتفضل تلكك البالونه دي لغايه ما تروح لواحد من البريفيرال بالمونري ارتري ارتريولز، وتحشرها في الحته دي، وتوصل البالونه دي من بره ببريشر ايه؟ مونيتور. نورمال يا جماعه البالمونري كابيلاري ويدج بريشر لازم يبقى اقل من 18 مليمتر مركري. ايه اهميه البالمونري كابيلاري ويدج بريشر؟ انه بيرفلكت الليفت اثيرال بريشر، لان الليفت اثيرال بريشر ده جاي منين؟ هيبقى ترانسميتد ازاي؟ بحاجه اسمها البالمونري فينز. انت عندك اربعه بالمونري فينز فاكرين في الايه؟ في الليفت اثيرال. لما الليفت بالمونري اثيرال، لما الليفت اثيرال بريشر ده يعلى، هيبتدي البالمونري فينز دول الترانسميتد بريشر دول ثرو ذا فور بالمونري فينز هيروحوا فين بعد كده؟ كابيلاريز، والكابيلاريز من الناحيه الثانيه هتقابلها البالمونري ايه؟ ارتيريال سيركيليشن. عشان كده انت لما بتحشر القسطره دي وتجيب البالمونري كابيلاري ويدج بريشر تعرف تقيس مين؟ الليفت اتريال بريشر. طب هو ايه اهميه الليفت اتريال بريشر؟ انه بيقول لحضرتك العين ده هايبر فوليميك قد ايه؟ المشكله ان كتير جدا من حالات الهارت فيلير من كتر ما بتاخد اكسسيف دياليسيس بتخش في ديهايدريشن. يعني انت جالك واحد عنده هارت فيلير، اقعد يا عم اديله لازكس 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 لازكس، والعيان عمال ايه؟ يجيب فيورين يجيب فيورين، والبالانس عمال يقلب بنيجاتيف. طب انت مش عارف هتكمل كده لغايه امتى؟ يعني هاو يو ار جوينج تو مونيتور ذيس بيشنت. الحاجه اللي هتفاسيليتيت ده هو البالمونري كابيلاري ويدج بريشر. المفروض لما العيان يبقى دي احنا ما بنستعملش البالمونري كابيلاري ويدج بريشر ده، ما حدش فيكم شافه لان احنا ما بنستعملوش. بيستعمل في العنايه المركزه المحترمه. احنا هنا بنستعمل بنستعيد عنه بمين؟ السي في بي اللي هو السنترال فينس ايه بريشر، قسطره السي في بي. لكن قسطره السي في بي خادعه، ممكن الرايت سايد بريشر يبقى عالي بس البي سي بي يبقى واطي، والعكس صحيح. فاهمين يا جماعه ولا مش فاهمين؟ ففائده البي سي بي ده انه يقول لك ده لا خد بالك الليفت اترال بريشر كده يريح، العين ده محتاج ايه؟ زقت فلويد تدخل له سوائل عشان يبتدي تاني البي سي بي ايه؟ يوصل ما يبقاش ديهايدريت، ما يبقاش انت عمال تقرص عليه بديهايدريشن. والرايت سايد لو عملت ساعتها ايكو للعيان ده الديهايدريتد يا جماعه، تلاقي ايه في الايكو؟ تلاقي الهارت هايبر كونتراكتايل، تلاقي الليفت فنتركل كافيتي فاضي عمال يخبط على نفسه لانه ما عندوش ايه؟ ما عندوش سوائل، ما عندوش سوائل جوه. فادي فايده كلمه البي سي بي اللي احنا بنتكلم عليها. الاوت كام الثاني اللي انت عايز تقلل فتره قعده في المستشفى، مش عايز يقعد لك اسبوعين ثلاثه في المستشفى حاجز لك سرير، ده انت عايز ايه؟ تعالجه بسرعه وتطلعه بره المستشفى عشان تستفيد بالسرير ده لعيان ثاني جاي. التايم تو هوسبيتال ري ادمشن يقل. يعني ايه؟ يعني حضرتك انت عندك مش كل اسبوعين هتلاقوا انتوا مع الوقت لما تبقوا امتياز حضراتكم وتقعدوا هتلاقوا في وجوه الفاميليار جدا بتشوفوها كتير، يقول لك عم مش انا ولا نايب او بتاع، يقول لك عم امين بتاع التامين اللي هو يجي لك كل اسبوع دي كومبنسيتد وتحجزه وياخد الشوتس اوف نازكس ويخرج، ذاك عم امين يجي لك تاني. فانت مش عايز تشوف العيال كل شويه، لان معنى كده ان انت ده بيردن على المستشفى. فانت عايز تقلل الفريكونسي اوف ايه؟ وفري ادمشن. عايز تقلل المورتاليتي، لان كتير جدا من الناس دي قبل ما تجي لك المستشفى اللي يحصل لها ايه؟ بتموت. بتموت من ايه؟ بتموت من البالمونري الاديما، بتموت من الالكترولايت ديستربنس، بيجي لها ريسال اريزميا وبتموت. وطبعا لو العين خارج انت عايز تكتب له علاج مهم، وعايز تكتب له علاج ثابت، وعايز تفهمه علاجه وازاي يتابع. سوين جانز. سوين اللي هي ايه؟
الوز تبقى بالظبط شبه رقبه الوز كده. الكلينيكال تامبونات ده ايتم تاني في الاكيوت هارت فيلر. حد عايز يسال على حاجه؟ طبعا مش هنتطرق ايه علاج الاكيوت هارت فيلر وهنقول بقى ادي لازكس وندي وايس وندي الكلام ده، الكلام ده مكتوب في الكتاب مش محتاج ان احنا نقعد يعني نتبحر فيه يعني. لكن الكام نقطه اللي تناولناهم في الاكيوت هارت فيلر دول هم اللي يهموني مع حضراتكم انتم وفاهمينهم. بص ده بقى ده محاضره الهارت فيلر دي في الاكيوت ملهاش قيمه، في الاكيوت هارت فيلير ملهاش قيمه. انا ازاي في الحالتين هيتعالج بطريقه واحده، لما العيان عنده اي حاجه ديستوليك هارت فيلير او عنده سيستوليك هارت فيلير او عنده الاثنين نفس التريتمنت مفيش فرق. الكارديك تامبونال يا جماعه ايه هو الكارديك تامبونال؟ شفتوا الاول حاله تامبونال قبل كده ولا لا؟ بالنسبه للامتياز ما شفتوش في الطوارئ حاله كارديك تامبونال؟ ايه هو الكارديك تامبونات يا جماعه؟ الكارديك تامبونات العامل عنده بريكارديال ديفيوجن والبريشر جوه البريكارديال بيبتدي يحصل له ايه؟ يعلى قوي. فلما يعلى البريشر جوه البريكارديال يضغط على مين؟ يضغط على القلب جوه، فالعين يخش في تامبونات. ده معنى كلمه كاردياك تامبونات. في فرق بينها وكلمه بريكارديال ديفيوجن. ايه الفرق بين البريكارديال ديفيوجن وبين الكارديك تامبونات؟ ان البريكارديال ديفيوجن بيبقى فلويد موجود في البريكارديوم بس مش عامل بريشر على الهارت. الكاردياك تامبونات فلويد موجود في البريكارديوم بس عامل بريشر على الهارت. طب هل في علاقه بين كميه الفلويد اللي موجوده في البريكارديوم وفكره التامبونات انها تحصل؟ يعني هل بالضروره عشان يحصل تامبونات لازم كميه الفلويد في البريكارديوم تبقى كتير قوي؟ ها؟ بالظبط. هي ليها علاقه بمعدل تكوين السائل جوه البريكارديوم وسرعه تكوينه. يعني ممكن تلاقي واحد عنده ماسيف بريكارديال ديفيوجن ونعمله بريكارديوسينثيسيس تفضل ان البريكارديوم بتاعه 2 لتر 2 لتر البريكارديوم ما يكونش انتامبونات. وواحد تاني يجي لك باكيوت كارديال كربونات تفضل البريكارديوم بتاعه طلع 200 سي سي. ايه اللي حصل؟ معدل او سرعه تكوين الايه؟ السائل، لان يعني كل ما السائل بيتكون بالراحه بيبتدي البريكارديوم يستريتش بالراحه فيأكيوميليت، ودي قدره ربنا سبحانه وتعالى على الايه؟ على الاكيوميليشن. عشان كده اللي بيجي له اكيوت ميترال ريجيرج يخش في اكيوت هارت فيلير، لكن اللي عنده كرونيك ميترال ريجيرج وسيفير ما يخشش في اكيوت هارت فيلير. فربنا خلقنا على الايه؟ على الادابتيشن. كل ما الحاجه تحصل بسرعه كل ما انت ما تلحقش تبقى ايه؟ ادابتد عليها. طيب لازم حضرتك تبقى عارف البريشر جوه القلب قد ايه عشان تفهم الموضوع ده. الرايت اتريال بريشر بيبقى كام يا جماعه؟ الرايت اتريال بريشر من 0 ل 1 خلاص؟ ماكسيمم 3. الليفت فنتريكولر بريشر بيبقى كام؟ 120 على 0 لغايه 5. 120 ده اللي هو السيستوليك، والاند دايستوليك بريشر تحت بيبقى من 0 ل 5 ده الرينج بتاعه. الرايت فنتريكولر بريشر بيبقى كام؟ ها؟ بيبقى 120 سيستوليك زيه زي الليفت فنتركل، والان دايستوليك بريشر برضه بيبقى من 0 ل 5. طيب الليفت اتريال بريشر بيبقى كام؟ بيبقى 5. بيبقى 5. الاورتك بريشر كام؟ 120 على 80. والبلمونري بريشر بيبقى كام؟ من 25 على 15 او 30 على 15 تقريبا في الرينج ده. خلاص؟ لما يبتدي الفلويد يتكون جوه البريكارديوم اول تشامبر في القلب تتضغط هي اقل تشامبر في البريشر، صح؟ طب يبقى اول حاجه هتضغط مين؟ رايت اتريوم. وراها مين؟ ليفت اتريوم بعيد. لو تاخد بالك في الاناتومي ليفت اتريوم ده مرمي ورا وفوق منه الاورطه ومفيش بريكارديوم في الحته دي. احنا قلنا رايت اتريوم اول حاجه وليفت اتريوم مش هيحصل له حاجه لانه بعيد. والبلمونري دول بره البريكارديا. البلمونري والاورطه دول فوق بره البريكارديا طلعوا من القلب خلاص. الرايت فينتر. واخر حاجه الليفت فينتر. صح؟ صح. عشان كده
واحنا بندور في الايكو دلوقتي لما هتشوفه بيهمنا الساينز بتاعت التامبولات ان احنا نشوف اذا كان في رايت اتريال كولابس ولا مفيش. العيان ده جاي لك بيه، ايه الترعيات اللي جاي بيه العيان ده؟ اول حاجه هو جاي بليفيتد سيستمك فيناس بريشر، يعني النيم فينز بتاعته ايه؟ كونجستد. الجوجلر فيناس ديستنشن از ليست نوتبل ان هايبوفوليميك بيشنت اور ان سيرجيكال تامبولات، يعني واحد هايبوفوليميك مش هتشوفها قوي. An inspiratory increase or lack of fall of the pressure in the neck veins possible sign indicate constrictive pericarditis. يعني العين بتاع constrictive pericarditis المفروض ياخد نفس جامد بدل ما الليك فينز تفضى بتعلى. في التامبولات ده ما بيحصلش. هي ثابته طول الوقت. قد كده انجورجد. على الناحيه الثانيه العين بيبقى ايه؟ هايبوتنسيف. Occasional patient are hypertensive especially if they have pre-existing hypertension. يعني التاني ترايب حاجه في الترايب الموت بيتزا عالي قبل كده والضغط ايه؟ واطي. ده منظر العين جاي لك نيك بيتزا تخينه قبل كده والضغط ايه؟ واطي. تالت حاجه العيان يبقى عنده حاجه اسمها سايلنت هارت، تبقى الهارت ساوند ايه؟ ديستنت مش سامعها حلو. ده الترايب بتاع التامبونات. العيان بتاع الاكيوت هارت فيلر هيجي بنفس المنظر ولا لا؟ برضه نيك فينز قد كده وبرضه هايبوتنسيف بس هتسمع عليه جلد. ادي الفرق بين الايه؟ ادي الفرق بين الاثنين. لان انت خد بالك العيان ما بيجيلكش معاه ساين يقول لك انا تامبونات، ما بيجيلكش معاه ساين يقول لك انا اكيوت هارت فيلر، هو جاي لك عيان متنيل ديستنت وهايبوتنسيف وتعبان وانت بتكشف عليه في دماغك الكلام اللي بقوله ده اللي هو الديفرنشال دايجنوزز بتاع سعادتك. لو حضرتك مش حاطط على بالك كلمه كارديال تامبونات في الديفرنشال دايجنوز يبقى حضرتك مش هتدور عليه. صح؟ لو حضرتك حاطط في دماغك الديفرنشال دايجنوز بتاع التامبونات ان هو حاجه من الحاجات اللي على بالك يبقى انت بتكشف على عيان حاطط في اعتباراتك ان ممكن العيان ده يكون عنده ايه؟ تامبونات. هتعمل اكس راي شست هيطلع فيها ايه؟ كارديو ميجالي في الحالتين. صح؟ كارديو ميجالي هنا وكارديو ميجالي هنا. لغايه دلوقتي انت ما انتش عارف هو ده كارديو ميجري بسبب ان العين ده في هارت فيلير ولا ده اللي هارت قد كده وكل اللي بره ده ايه؟ فلويد. هتقول لي الفلاسك شيب وهعرف افرق ما بين الانجل ما بين البريكارديوم والبتاع، مش هتعرف تعمل الكلام. الحل الوحيد هو الايه؟ عشان كده الايكو از مانداتوري في عيان انت بتشخصه ان هو اكيد هارت فيلير فيرسس ايه؟ فيرسس تامبونات. هتدور هنا هيبان هنا حاجه وهنا هيبان حاجه ثانيه. نعم. بص يا حضرتك، وانت طالما اوحش حاجه في الدنيا يا دكتور يو دونت هاف دايجنوز دونت امبارك انتو تريتمنت وذاوت ايه؟ وذاوت سوليد دايجنوز. طب انا دلوقتي في الطوارئ وجاي لي عامل المنظر ده وانا حاطط في اعتبارات الاثنين ده هديله اكسس دايوريزز هنحسن بعد ايه؟ هارت فيلر بتاع التامبونات لو حضرتك بتجيب رسوم الدايوريتس هيحصل له ايه؟ فوليوم ديبليشن اقل الرايت اتريال بريشر اكتر هزود الهانج الدنيا هزود التامبونات اكتر واكتر. صح؟ صح. يبقى الحل هنا ايه؟ مالناش حل تاني غير كده. طب هعمل ايه بقى ازاي؟ عندي في العلاج الواحده الاولى فيها زي ما انا عايز عندي اعمل في العلاج الواحده الاولى او هتبلغه دكتور الكارديولوجي فوق في اسم القلب تقول انا عندي عيان تحت اكيد هارت فيلر فيرسس تامبونات بليز بليز ايكو هياخد قد ايه؟ 5 minutes 5 minutes بس 5 minutes life saving. هتمشي معايا في السكه دي ولا هتمشي معايا في السكه دي؟ بالاضافه ان الايكو هيحط لك معلومه مهمه جدا الاكيوت هارت فيلر اللي حصل ده سببه ايه؟ احنا اتفقنا الاكيوت هارت فيلر ده مش دايجنوزس ده الاكيوت هارت فيلر ده ممكن يبقى نتيجه انفكتيف اندوكاردايتس على مايترال فالف عمل له اكيوت مايترال ديجيرشن ممكن يكون نتيجه اكيوت مايكاردال انفكشن عمل له فنتريكولار سيبتم ديفكت ممكن يجيله رابشر هارت ممكن 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 حاجات كتير جدا انا في الايكو هدور على الاندرلاين ايتيولوجي عشان اعالج الايه؟ سبب الاكيوت هارت فيلير ده ايه؟ اتفضل ادي منظر اكس راي بتاع بريكارديال الحاجه المهمه بقى في الاكس راي اللي ممكن انت تجد فيها فرق ما بين ده وما بين ده ان بتاع الاكيوت هارت فيلر مع الكارديو ميجالي العنيف ده بيبقى فيه بالمونري ايه؟ بالمونري كونجيشن بتاع التامبونات
الموضوع كله مضغوط على الرايت سايد اوف ذا هارت، مش هتلاقي كوبرمون بوزيشن، هتلاقي اللانج بارينك ما ايه كلير، ما فيهاش ايه، ما فيهاش كويس. ادي الفرق بين الاثنين. طيب ادي منظر صور ايكو لعيان عنده اكيوت تامبونات. الصورة في الايكو لو حضرتكوا شفتوها قبل كده تبقى ابسايد داون، يعني التو هيتريا تحت والتو فنتركلز ايه فوق. ده رايت اثريوم وده رايت فنتركل، ده ليفت اثريوم وده ليفت ايه فنتركل. ده اللي ما بين ده وما بين ده هو الميترال فالف، واللي ما بين ده وما بين ده هو الترايكاسبنت فالف. دي انترفنتريكلر سيبتم، دي الجروب سيبتم. نعم الجروب بتاع الايكو بتنزل هنا. الصوره دي بيبقى اسمه ايميكال فور تشامبر فيو، يبقى الجروب ترانسديوسر على الايميكس. اه والصوره بتبقى ابسايد داون زي ما اتفقنا. القلب في السيستولي مين اللي بيكونتراكت؟ الفنتر. والتو انتر اللي شكلهم ايه؟ ريلاكس. ساعه السيستولي ما بيحصل الفنتر بيكونتراكت والتو انتر بيبقوا ايه؟ ريلاكس عشان يبقى لهم الفينس انتر. ساعه الدايستول الفنتر بيريلاكس والاتريوم هو اللي ايه؟ بيكونتراكت عشان يفضي من فوق لتحت.